خلينا نستقبل مع حضراتكم استاذ خالد ناجح، رئيس تحرير بوابه الهلال. مساء الخير استاذ ناجح. مساء الخير يا استاذه ألفت، عليكي وعلى مشاهدينك الكرام. انا مبسوطه جدا ان في انا لسه ما قريتهاش بصراحه الطبعه الثانيه، لكن حابه اعرف من حضرتك عنها. هي نفس الطبعه الاولى اعدنا نشرها مره ثانيه نظرا للاقبال الشديد من المصريين على العدد وعلى المعرفه الكاملة لرحلة العائلة المقدسة، خاصة أنه العدد بيطرح فكرة أنه رحلة العائلة المقدسة لم تصبح يعني تخص المسيحيين فقط، بل تخص مصر كلها، مسلميها بمسيحيها. وإحنا بنعرض في العدد أنه تكون مسار العائلة المقدسة وحج المسيحيين من كل أنحاء العالم إلى أرض مصر، ويعني شرفنا بالكتابة في هذا العدد قداسة البابا تودروس. ثم كان لدينا في أرشيف مجلة الهلال مقال لقداسة البابا المرحوم، يعني عايز أقول لحضرتك بابا شنودة. بابا شنودة كان كاتب مقاله سنة 86 مثلا، والأنبا غرغوريوس كان كاتب سنة 1990، وشرفنا أيضا بمقال حديث ضيافة الأنبا أرمية عن رحلة العائلة المقدسة. رحلة العائلة المقدسة في مجلة الهلال لم تكن خاصة فقط بالكتاب المسيحيين، لكن أيضا تفاعل الكتاب المسلمين والأكاديميين المسلمين في هذه الرحلة كان شيء عظيم. يعني دايما بيقول انه هذا الشعب شعب واحد، هذا الشعب متفاعل، واحنا متجانسين ومتألفين ومتسامحين ومحبين لبعضنا البعض. الدكتورة يسر فلوكس كتبة عن الفنون التي تناولت رحلة عائلة المقدسة. أستاذ محمد الشافعي اتكلم عن يوسف النجار. منير غبور ايضا تحدث عن مهمة المهمة الوطنية لرجال الأعمال، وخاصة رجال الأعمال في السياحة، في يعني الترويج والعمل على جعل رحلة العائلة المقدسة على أجندة السياحة العالمية. خليني أسأل حضرتك، هل توقعت كل هذا النجاح لمثل هذا الموضوع أستاذ ناجح؟ هقول لحضرتك للأمانة لم أكن متوقعا هذا النجاح الكبير، ده حقيقي، لكن أنا متوقع نجاح هذا العدد، خاصة أنه لما يكون عندي ويشرفني بالكتابة في هذا العدد قداسة البابا تودروس، ويعني وتحل علينا البركة كما حلت من قبل بمقال عن رحلة العائلة المقدسة من قداسة البابا شنودة. أيضا المجلة تحظى بحب واحترام، هي من يعني أعرق المجلات المصرية ومن أقدمها، فبالتالي لها في النفوس الكثير حقيقي العربي حاليا، ويعني أعتقد أنها الأقدم على مستوى العالم المنتظمة في الصدور كمجلة ثقافية. ايه اللي حضرتك حبيت توصله في العدد ده؟ ايه اللي حضرتك حبيت تقوله بما انت عامل دمج ما بين كتاب اساسيين وايضا مقالات لبعض المواطنين زي مقالات راي او ما شابه، يعني انك تضيفها لهذا العدد؟ حضرتك كنت عايز تقول ايه يا استاذ خالد؟ اقول ان رحله العائله المقدسه رحله تخصنا جميعا، رحله ندعمها جميعا وندعم اهتمام الدوله المصريه، خاصه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي الان يولي اهتماما خاصا بمسار رحلة العائلة المقدسة، فلابد أن ندعم هذا الاتجاه في جعل هذا المسار يحج إليه كل مسيحيين في العالم، وهو يعني نموذج لأنه نعرف الأديان ونتفاعل معها، وأنه هذا الفعل من يعني النبوءة التي تحققت التي جاءت إلى يعني يوسف النجار، والذهاب إلى مصر، خذ الطفل واذهب به وأمه إلى مصر، يعني هناك الأمان، هو هرب من رحلة الهروب إلى الأمان. هناك يعني مجموعة من القصص الجميلة والروحانية أيضا، الموضوع ليس فقط موضوع مادي أو
موضوع صحيح نحدث نوع من التنمية، لكن أيضا هناك موضوع روحاني باحترام روحانية هذه الرحلة أيضا. طبعا موضوع روحاني في الرحلة والتعرف، يهمنا أن نوثق ل يعني عايز أقول لحضرتك تراثنا الغني، تراثنا المصري سواء فرعوني المسيحي الإسلامي أستاذ خالد، أيا كان لابد أن نوثق كل شيء في. خليني بس أتوقف مع حضرتك عند فكرة الصحافة الواعية، الصحافة المهنية الواعية، فكرة مش ملي ورق مش ملي موقع، لا أن يكون في هدف ورا ده. حضرتك كمان يمكن كان معاد رحلة العائلة المقدسة والاحتفال به الرئيسي كان في شهر 6 وتخطيناها، كان ممكن حضرتك كمان تتجاوز فكرة عدد عن رحلة العائلة المقدسة، لكن بإدراك المهني والصحفي ويمكن الالتزام تجاه مجتمع أنك تعطي شيء له قيمة كان صدور هذا العدد. أنا بطلب من حضرتك تشرفنا نعمل حلقة، لأن حضرتك أكيد هتكون ضيف مهم وستسري حلقات مساء الخير إن شاء الله. بس أنا أستأذنك، إحنا أيضا هناك كان مناسبة صيام العذراء لو في شهر 8 في شهر أغسطس، فإحنا أي مناسبة بنستغلها للكشف عن يعني ثقافتنا وهويتنا. لا احنا عايزين ده يبقى في كل عدد، مش هنستنى مناسبات، احنا عايزين شراكة في كل عدد مش بالمناسبات بقى. موجودين في كل عدد وكل عدد بيشرفني. كلما عرفت الآخر كلما قللت الفجوة، وكلما كان المصدر محترم ومهني كانت المعلومة مفيدة وموثقة يا أستاذ خالد. عايز أقول لحضرتك يا أستاذ ألفت أنه نيافة الأنبا أرمية كان قبل هذا العدد أيضا له مقال مهم في عدد الهلال السابق لده، وكان أيضا حصلت فيه بركة أيضا، وطبعنا منه طبعة تانية كان عن مرور 70 عاما عن ثورة 30 يونيو وجمال عبد الناصر، ويعني شرفنا في صاحب نيافة الأنبا أرمية له العديد من المساهمات الفكرية. نيافة الأنبا أرمية طبعا كاتب أصيل في الهلال، وإحنا بيسعدنا مشاركته، وإحنا يعني بنحبه وهو بيحبنا وهو يحب وعاشق للهلال، وإحنا مقدرين ده وبنحترمه وبنحبه فيه أيضا، وده بينعكس على كل كتاباتنا وكل إصدار لينا. طيب. في دار الهلال قبل ما أقفل العدد القادم في إيه، لأن أنا دايما بحب أخذ السبق يعني ده بنعمل دعاية، إحنا مش بنحر عليكم، إحنا بنزيد الدعاية. هو عدد مفاجأة. أيوة إيه بقى المفاجأة؟ هو عدد تذكاري خاص عن مرور 130 سنة على مجلة الهلال. كل سنة وانتم طيبين. هذا العدد يعتبر يعني هيبقى عدد خاص طبعا، يعني فيه كتابات قيمة، كتابات أرشيفية، احنا ما اعتمدناش فيه على الكتاب الجدد قد ما اعتمدنا فيه على القامات اللي كانت يعني تسري الثقافة على مدار تاريخ مجلة الهلال على مدار 130 سنة. كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة ومجلة الهلال طيبة. هيكون طيبين لنا لقاء للمتابعة والاحتفال والاحتفاء معكم بدار الهلال ومجلة الهلال. بشكرك جدا أستاذ خالد ناجح رئيس التحرير، بشكرك جدا.